السلام عليكم. اليوم بسوي معاكم شوربة صحية بالشوفان. نبدأ بالمقادير. في قدر على النار نضيف الشحم اختياري، بعدها نضيف ملعقة زيت زيتون ونحرك. ننزل البهارات الصحيحة، نحمصها شوي بالزيت، بعدها ننزل الثوم والزنجبيل المفروم، بعدها ننزل اللحم ونحرك، بعدها ننزل الطماطم والبهارات والماجي ونحرك، نخليهم على نار هادية لين ينشف موية اللحم. بعدها نضيف تقريبا 6 أكواب موية مغلية ونخليه على نار هادية لين ما يستوي معانا اللحم. بعد ما يستوي اللحم نضيف الشوفان ونحرك بسرعة. وبالهنا والعافية حبايبي، لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب.